هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شوطنا متواصله شوطا تلو شوط. شوطنا الخامس ينطلق بحفظ من الله ورعايته الخاص بفيات الابكار المفتوح. نسير مباشرة نحو المقدمة، نحو الصدارة والبداية الأولى. من يتقدم على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الكبير والحضور المشرف؟ بنت عشاق من تتقدم؟ سهيل سالم بن سهيل بن صالح العامري يقدم لنا بنت عشاق، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبير والممتاز. هنالك انجاز لسعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيل، من يتحرك على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت هنالك بنت ظبيان لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، ورابع المراكز يتحرك الان ويتقدم تتقدم اليازي لسعيد بن محمد بن مبارك الخيالي، من يقدم لنا اليازي. بينما المركز الخامس وصل الان وتحرك في هذه اللحظات هنالك شديده لسعيد بن سالم الينيبي، من يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس وصلت الان وتحركت في هذه اللحظات القادمه حضور لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. بينما المركز السابع وصلت الان وتحركت في هذه اللحظات راهية لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، من يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن وصلت الآن وتحركت في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبير والممتازة تصل الآن الذيب لمحمد بن خلفان بخصيبة الظاهري. بينما المركز التاسع تتقدم الآن بهذا الأداء الكبير هنالك طلعة لسويدان بن حسعيد بن حضيرم الابتبي، من يتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز العاشر الوصول والقدوم في هذه اللحظات من نشرة لمظفر بن محمد بن خموشة العامري. يا سلام، هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط والباحثة عن الفوز والانتصار. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى وإلى المعركة التي تجري على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الكبير، بهذا الحضور المشرف من هذه الأسماء الكبيرة والقديرة. الله 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 الله، المقدمة والبداية الأولى. بنت عشاق من تسيطر، بنت عشاق من تتقدم بهذا الأداء الكبير، بهذا الحضور المشرف بقيادة أحد الأبطال سالم بن سهيل بن صالح العامري، من يتقدم ويقدم لنا بنت عشاق. بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من إنجاز سعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيل، من يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت شديدة لسعيد بن سالم الينيبي، من يتقدم ويقدم لنا شديدة على ثالث المراكز والتحديات والإثارة. بينما نقلتنا وياكم إلى رابع المراكز، حيث الوصول، حيث الدخول في هذه اللحظات من قبل بنت ظبيان لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري. وخامس المراكز الوصول في هذه اللحظات من قبل حضور لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمس المراكز الأولى. بعدما ذعنا العشر المراكز الأولى نكرر النداء للخمس المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط، في صدارة هذا الشوط. الكل يبحث عن ناموس هذا الشوط، لكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى مع بنت عشاق بهذا الأداء الكبير، بهذا الحضور المشرف. هذه هي النوعية الجميلة والممتازة التي تتقدم بهذا الأداء الكبير. بنت عشاق
حق لسالم بن سهيل بن صالح العامري، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات القادمة انجاز سعيد بن عبد الله بن عبيد بن دبيلة من يتحرك على ثاني المراكز. وصلت شديدة، وصلت شديدة، وصل العنيد سعيد بن سالم الينيبي من يتقدم على المركز الثالث بهذا الأداء الكبير. لكن المقدمة البداية الأولى، شوف الانفراد، شوف الاندفاع على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الكبير. بدأنا نغادر لائحة 1200 عن خط النهاية، عن الفوز والانتصار. وبنت عشاق مسيطرة، مسيطرة على المقدمة والبداية الأولى بدون أي أوامر أو شبه أوامر حتى هذه اللحظات. والرقص تلغاي، بسم الله بسم الله وما شاء الله على هذا الأداء الكبير، على هذا الحضور الجميل الذي تقدمه بنت عشاق بهذا الأداء الجميل بقيادة سالم برسيل بن صالح العامري من يقدم لنا هذه النوعية الفاخرة. بينما المركز الثاني تصل هنالك إنجاز، إنجاز القادمة بهذا الأداء الكبير سعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة من يتحرك، وتحركت شديدة، تحرك العنيد سعيد بن سالم الينيبي الينيبي. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت الذيبة، وصلت الذيبة محمد بن خلفان بخصيبة الظاهري يا سلام. وصلت أيضا اليازي سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي المخيلي. المعركة طاحنة، المعركة طاحنة، رباعية جميلة، رباعية ممتازة. وبنت عشاق على المقدمة، بنت عشاق على الصدارة، على البداية الأولى. حرك وروح، حرك وروح، ولكن شديدة 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 في اليوم الشديد، في الموقف الشديد. سالم بن سعيد الينيبي الينيبي من يتقدم، سعيد بن سالم الينيبي من يقدم لنا شديدة. بينما بنت عشاق عادت، عادت بنت عشاق على ثاني المراكز، ولكن خلاص قادرت شديدة مع الفوز والانتصار، مع الفوز والانتصار. راح السيد بن سالم الينيبي العنيد في التضمير، العنيد في التدريب. الله الله الله، تهانينا والناموس لمالك شديدة سعيد بن سالم الينيبي. بينما المركز الثاني وصلت بنت عشاق في ثاني المراكز، سالم بن سهيل بن صالح العامري المركز الثالث، ثالث المراكز تصل هنالك على ثالث المراكز، حيث الوصول والدخول في ثالث المراكز القدوم القادمة. اليازي لسعيد بن محمد بن مبارك الخيلي من حظى على مركز الثالث. هكذا هي النتيجة، وهكذا هو النداء للثلاث المراكز الأولى. وعودة إلى التوقيت الزمني 7:48 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسعيد بن سالم الينيبي على فوز شديدة بناموس هذا الشوط، فتهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.